خصنا نميزو بين تاريخ ديال القبيله ديال بني ملال والتاريخ ديال المدينه. القبيله ديال بني ملال تبنات في ولاد قناو، تسموا بني ملال لانه غادي تبدا تظهر هذه الكلمه ديال ملال، ملاليين، بني ملال الى اخره. وفين غادي نلقاوها؟ هو انا بينت في الكتاب اللي كتبت على تاريخ بلاد تادله خصنا نميزو بين تاريخ ديال القبيله ديال بني ملال والتاريخ ديال المدينة. عادة حتى في بعض الكتابات التاريخية هناك خلط كبير بين تاريخ القبيلة وتاريخ المدينة. المدينة حديثة، المدينة اللي احنا تنتواجدوا فيها دابا هي منتصف القرن التاسع عشر إلى الآن، ماشي قديمة بزاف. كانت قصبة مخزنيانة ولكن ما كانتش حولها الدور، كانت في ملكية ديال القبيلة ديال يتسخمان حتى العهد مولاي عبد الرحمن اللي أمر القوات ديال أيت الربع اللي فاش نقولو قوات قبيلة أيت الربع هما سنقت وقطايا وبني معدن وبني ملال أنهم يطردوا السخمانيين أيت سخمان من المدينة وأنه يستوطنوها. وكاين الرسالة ديال مولاي عبد الرحمن ودرتها أنا في الكتاب ديالي، سما واضحة، رسالة واضحة يأمر فيها بطرد تسميم فساد أيت سخمان وتوطين القبائل. فمعنى أن المدينة حتى فاش جا شارل دوفوكو 1883-84 شنو الملاحظة اللي دار؟ هو لقى القصبة مخربة، ولكن الملاحظة اللي دار هو أنه الدور ديال بني ملال حديثة البناء، ما قالش بأنه لقى بناء قديم، كل الدور اللي كاينة حديثة البناء. وبالتالي إذا كانت طرد أيت سخمان في 1840 في الأربعينات، فبالتالي البني ديال 30 سنة يكون باين بأنه بني حديد، خصوصا أنه البني في القديم كانت يكون بالبيزي أي بالجير والتراب المدكوك. شارل دوفوكو وهنا هو شاهد عيان، غادي يمشي ب 12 كيلومتر غادي يلقى قصر ديال بني ملال، غادي يقول بأن بني ملال فيها 3000 ديال السكان، ولكن القصر ديال بني ملال اللي كان في المكان دابا ديال بني موسى ولا ولاد بارك لقى فيه 3000 ديال السكان، بمعنى أن النواة القبلية ديال بني ملال راه ماشي هي بني ملال، بني ملال راه فيها أخلاط. أنا نرجع نقول لكم التركيبة ديال السكانية ديال بني ملال، بينما النواة ديال القبيلة ديال بني ملال الأصل ديال القبيلة ديال بني ملال هو ولاد قناو، ولاد موسى ولاد بارك، والأصل هو ولاد قناو. القبيلة ديال بني ملال تبنات في ولاد قناو. ولاد قناو شنو غادي يوقع؟ هذه واحد الظاهرة غتوقع في العصر الماريني. السلطان الماريني كانوا هنا الرئاسة ديال العرب ديال بنو جابر في الخلط، والخلط كانت عندهم واحد العائلة المشيخة فيها هي العائلة ديال يحيى بن عطية الخلطي. هذاك كان عنده مبارك في ذاك الوقت اللي جا لسان الدين بن الخطيب 1362 غادي يجي لهنا غادي يلقى اللي مسيطر على تادله هو الخلط. طبعا هاد الخلط كانوا محاربين، تزوجوا مع هذاك السلطان هذاك الماريني ابو يعقوب، تزوج بوحده من الخلط ولاو تداخل ديالها. فبالتالي العائلة الحاكمة فين ما وقع شي مشكل لشي واحد تيجي لعند خوانه الخلط. فأبو سعيد عثمان اللي ولد أبو الحسن راه ابن هذيك الخلطية من هاد المنطقة اللي ولا عندهم، ولا عند الخلط ديال هنا واحد النفوذ. فهاد الأسرة أيضا غادي تزوج مع آخر عائلة حاكمة في الأندلس، هي عائلة ديال آل الأحمر، غتزوج معاهم. فبالتالي في واحد أشنو غادي يوقع؟ واحد المزيج بين الخلط والمارينيين والأندلسيين. غتقول لي شنو هو الدليل؟ نقول لك سير لولاد قنا غتلقى أيت بالأحمر وما أيت آل الأحمر، غتلقى أيت الرندي، أيت المليقي، أيت ليندا، أيت القرطبي. واحد الظاهرة عجيبة خص يدار عليها شي دوكيمونتير. العائلات كلها، الأغلب العائلات تماك أسماءها أندلسية. إلى الآن
باقي آية القرطبي آية بالأحمر أين. أنا شفت واحد السيد تماك وعينه زرقاء، قلت له راه أنت من العائلة ديال آخر عائلة حاكمة، فراك أنت السلالة ديالك ديال الأمراء ديال غرناطة. هذيك النواة القبلية غادي بدات هذيك غتولي واحد التركيبة ديال أسف. وأنا قلت علاش تسماو بني ملال، تسماو بني ملال لأنه غادي تبدا تظهر هاد الكلمه ديال ملال، ملاليين، بني ملال الى اخره. وفين غادي نلقاوها؟ ما نلقاوهاش في الكتب ديال التاريخ، غادي نلقاوها في الكتب ديال المناقب. وفين غادي نلقاوها؟ في الكتب ديال المناقب اللي تكتبات في العصر العلوي. بمعنى انه حتى هذوك اللي تيكتبوا على بني ملال انه شي حاجه قديمه هذا الاسم ديال بني ملال، لا، تيخلطوا بين الفترة اللي تيهضر عليها داك الكتاب ديال المناقب والفترة اللي مكتوب فيها. راه الاسم جا من الفترة فين مكتوب فيها. ونعطيكم مثال، توماس بيلو مثلا، واحد الأسير كتب واحد كان في العصر، لا كان في الفترة ديال مولاي إسماعيل، وداز لبني ملال، هرب من بني ملال، فما تيهضرش على بني ملال، تيقول كسردون، دزنا بهاد البلاصة اسمها أسردون. فتلقاو جوج الاسماء على هذه المساله، اسردون ماشي تاع عين اسردون، والقصبه الكوشيه. فبني ملال في الوثائق العدليه حتى بدايه القرن العشرين ما كانتش تسمى بني ملال، تسمى القصبه الكوشيه. القصبه هذا الاسم اللي تنستعملوا دابا على لهنا بني ملال راه اسم حديث، الناس ما تيضبطوش هذه العمليه.